يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى المسجد ويصاحب ولده الذي لم يبلغ 3 سنوات ويشوش على الناس أثناء الصلاة؟ إذا كان يخاف على ولده لو تركه لا بأس أنه يأخذه معه إلى المسجد ويجعله إلى جانبه ويحافظ عليه، لا مانع من ذلك. أما إذا كان ما يخاف عليه يتركه عند أمه في البيت أو يتركه عند إخوانه، يتركه عند أحد في البيت، إنه لا يأخذه معه إلى المسجد لأنه يشغله ويشغل المصلين، ما يأخذه إلا عند الحاجة. إذا كان يخاف عليه ولهنا أحد يبي يقوم برعاية هذا الطفل لا بأس أنه يأخذه معه للمسجد، لكن مع ضبطه ومع المحافظة عليه وعدم صدور أذى منه للمسجد أو للناس.